السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا في صحة جيدة. اليوم كنرحب بكم في القناة ديالي، قناة شيوات أنغام. غنقدم لكم جوج الأطباق كنتمنى يعجبوكم. طبق ديال الحلقومة التركية كيف ما كتشوفوا، سهلة بسيطة وبطريقة مبسطة وكتجي لذيذة، كتجي لذيذة بزاف، كنتمنى تجربوها. وطبق ديال لي باتس بلاصوص بيشاميل ولاصوص ديال الطماطم والطون، كتجي حتى هي لذيذة بزاف وسهلة وما كياخذوش الوقت. دابا غادي ندوزو لكيفية استعمال هاد الاطباق. الحلقومه التركيه غادي نديروها من الماندالين. الماندالين غسلته من قبل ودابا غادي نعصره. غنسبقوا الحلقومه لان كتبغي واحد 4 السوايع في الثلاجه، عاد يمكن لك تقدميها. انا غادي نكتفي غير بكاس واحد كبير، المقدار ديال جوج كيسان ديال العنبه ديال الليمون اللي هو ماندالين او حتى ليمون العصير الكبير. في كاسرونه غادي ناخذ الليمون الماندالين اللي عصرنا من قبل، هو داك كما كتشوفوا هنا كاينين جوج كيسان ديال العنبه. قبل ما نشعل البوطه غادي نزيد واحد جوج معالق كبار ديال النشا ديال السنيده هي الاولى، كل واحد على حسب الذوق ديالو في السكر اللي كيبغي حلو اللي كيبغي ناقص، ولا حسب الماندالين ربما يكون حامض. انا خديت 3 ديال المعالق. وغادي ناخذ دابا النشا اللي هي مايزينا، غناخذ جوج معالق كبار ممسوحين ما عامرينش بزاف. نخلطوا هاد المكونات الزبدة، غادي نخليها حتى غادي يعقد عندنا هاد العناصر اللي درنا. عاد غادي نزيد عليهم معلقة صغيرة ديال الزبدة، كتبقى اختيارية. الليمون راه انسجم مع المايزينا والسكر سنيده. غادي نشعل عليهم دابا، العافيه تكون مهيله، وغنبقى في التحريك باش ما يلصقش في القاع ديال الكاسروله. كنبقى بهذه الطريقه حتى كيعقد عندي العصير ديال الماندالين، عاده كنحيدو. الخليط عندي راه بدا كيعقد، وانا مازال كنستمر في التحريك
دابا نزيد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره، صافي. وغادي نبقى نحرك حتى كتذوب. الزبدة ديالنا طابت، دابا ناخدو الزبدة غادي نديروها في الكيسان اللي غادي أو الأكواب اللي غادي ندير فيهم هاد الخليط. الكيسان نحاولو يكونوا قصار، ما يكونوش طوال باش ما يعذبوناش في التحيات ديال الحلقومة. انا اختاريت هاد الكيسان هما اللي عندي صغيورين ومقادين، بحال الفوق بحال التحت. دابا غنحاول نفرغ هاد الخليط في هاد الكيسان اللي سبق لي درت فيهم الزبده. صافي غادي نغطيهم ونخليهم حتى يبردوا، عاد باش غادي ندخلهم للثلاجه ويكونوا مغطين. ومني غادي يبردوا نطلقه. الشكل ديالهم هو هذا. دابا غنغطيهم حتى يبردوا شويه، ما يبقاوش سخان، وندخلهم. دابا غندوز لي بات. درت الماء يسخن وفي كاسروره كما كتشوفوا. دابا غادي ندير لي بات ديالي يتسلقوا. لي بات كل واحد والشكل اللي بغا. انا درت هاد الكرافاطه وغنزيد معاه واحد كما كتشوفوا، غنزيد معاه شويه ديال الملحه. صافي وغنخليها حتى تسلق واحد 10 دقائق. كنزيد الماء، مكفانيش الماء. غناخد اناء، دابا درت لي باتي تسلقو، غناخد اناء اخر غندير فيه لاصوص. عندي مطيشه وحده كبيره حكيتها، ومعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس، وثومه كبيره حكيتها، ونص بصله قطعتها رقيقه بزاف، ودرت 4 كاس ديال الزيت، درت معلقه صغيره تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخرقوم كركم، ودرت نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، والملحه حسب الذوق. صافي غنخلي هاد العناصر يطيبوا. وغنزيد معاهم معلقه صغيره ديال مطيشه ديال الحك، طماطم المركزه،
صافا نحرك هاد العناصر تينسجمو، غنخليو لاصوص ديالنا طيب. دابا غندير لاصوص بيشاميل. خديت جوج معالق ديال الزبده، جوج معالق كبار، غنزيد عليهم جوج معالق ديال الطحين، نزيد لاصوص ديالنا راه كطيب، ولي باطرا تسلقو وحطيتهم كيتسقطرو تينشفو. نزيدنا المعلقة الثانية،
لاصوص بيشاميل وجداد. دابا غنضيفو على لي باس لي خلطناه مع لاصوص ديال مطيشه، ممكن تضيفي لاصوص بيشاميل حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي بزاف كاين اللي كيبغي القياس، انا غندير غير القياس. وشعل البوطه ولكن مخليه مهيله بزاف. الحلقوم راه وجدات، انا خرجتها من الثلاجه، دابا غنحاول نحيدها وغنديرها في الكوك. كنستعمل هذا الموس كندخلو في الحاشيه ديال ما بين الحلقومه والكاس، كنحاول بشويه كنستعمل الطريقه. غادي تاخد واحد شويه ديال الوقت الا بغيتي تخرجها مقاده. خص ضروري يدخل البرد هذا باش يمكن لها تتحرك. هي هذه كما كتشوفوا، صافي كتي تقطعي طرونش كتفند في الكوك بهذه الطريقه. صافي كتحط في الطبسيل ديال التقديم والمذاق ديالها جا روعه. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا هاد الكيسه اللي عندنا. هذه كما كتشوفوها غنستمر بالطريقه حتى غنكمل هذه الكيسه اللي باقين عندي. نتلاقاو وهذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق اللي قدمنا، كنتمنى يعجبكم. الحلقه كما كتشوفوها ولي بات، لي بات نسيت ما درتش فيهم، مشى ليا المقطع ديال الطون حتى الاخر وعاد حطيت الطون. الحلقومه كما كتشوفوا هي هذه، ولي باتا هما راه جاوا المذاق ديال مازال. لي بات مع الطون
سمر المذاق جغزان، كنتمنى تجربوهم ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.